خلني اشوف وصل المقطع 1000 لايك ولا لا. كفو يا المشتركين، والله اني احبكم، اوه بس لا تسمعوا تفكيري ويحبني لكم ويحبكم يحبكم. استمروا استمروا. السلام عليكم، حياكم الله في الحلقة 7 من تختيم أتلاست. يلا نكمل. يا الله يا ساتر، ما زلنا نتبع الدم. بطاريتين غريبة. يا الله شو اسمه الأب مارتن، يو غثيث الأب هذا. ميت. خلي ولي. يا ساتر عرفتو. ايوه شو تسوي ذا؟ اوبا يا ولد. وين راح مني يا حسافة؟ مع نفسك يا حبيبي. يا الله طحت. كاني شفت أحد. يا الله مو وقت تخويف. اطلع. ايوه السالفة فيها سرير يا ولد. لا 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 لا. هنا طحت. يا طحت طيحة أليمة. ايه خلاص خلنا نمشي. ها في زر طلع. مشكلة اللعبة دي تجيب لك التهيؤات. والله يا ساتر الشبح مقلع. دوري خلاص درينا. ها غيرناك. اوكي خلاص شاطرة. صوت ما نبي رجاء. شو السالفة؟ ايش في الشبح راح من هنا؟ اتوقع انه يوصل لي رساله الشبح، يعني تعال وراهاي. لاي كذب ودم وشموع. ايش السالفه؟ في زر هنا. ايه واحد عنده. يا الله ايه اسحب الغرفة. اسحب الغرفة هذه. شوف لك مكان ثاني. اوكي والله شفتوا. يا الله الفصيخ يقرب بيته. جو السرير. لا يا رب يشوفني يا رب يشوفني. تعال بلسانك وكبدك. اللسان لي والكبد اخوي. هم بعد اثنين توأم. يا ساتر. انقل. متى الله يفكنا من شر؟ دع
دين سمعت النغمة يعني اطلع انت الان في السليم بشركم راح سكر الباب انقلع انت وياه بس في واحد هنا صح الواحد يختبئ ما تدري يمكن يطلع لك من هنا من هنا تغريد مو وقتك البطارية شوف شايف الوضع اللي حنا فيه في اثنين هم اثنين مفاصيخ كل واحد معه ساطور هاش طوله ايوه تصدقوا ما في احد الله يا ساتر جو جو بس اثنين وينك يا ملزلز مشتهي اكل كبدك اي اطلع شوف الغبي يسكر على اخوه مسخره ايوه انقل انت وياه اسحب عليهم لا مسكر خذ البطارية طيب خذ البطارية قبل يجون بسرعة بأي لحظة راح يجون ها لا ما يجون تطمنوا من عندي ما يجون خلاص راح وقالوا الملز الأزراح جيري الحفظة اوكي تسمعون ها يا ساتر خفت جيبه من تحت هلا طحنا يا ساتر اوف الحين ما عاد عندي كاميرا خلاص امشي في الظلام تحتاج كاميرا الفيديو الخاصة بك للتنقل في الظلام اقعد بها شلون اجيب الكام الحين طاح تحت هذاكو تشوفونه هذاكو جالس جاي بس دقيقة يا ساتر الله 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 بدينا بالإغراءات يعني عشان ما معي كاميرا حطوا لي بطاريات حركة وضيعة صراحة ايش فيك لا تخاف معك عبد الله جيمر يا الله الحين شلون اجيب الكام ظلام ايش صار ماني فاتح الدش انزل يا عمي انزل شفت اللي ركض منو يخرب بيتك يا شيخ من وين جاء ذا يا حيوان انقلع اخر عني يا حيوان شف كذا هذا هو الكلب اللي حيوان خرشني
من هذا؟ هذولي مو سالمين، ما يأذون أحد ولا يطقون أحد، هذا أحلى ما فيهم، ما عندهم أي مشكلة مع الناس، مشكلة بلاك من السواطير والدب. هنا المشكلة، والدكتور ما ننساه. طيب يلا، في واحد هنا. جوكم يا عيال بيض. ايش سويت هنا؟ لا لا مو هنا. ايوه الدربي وينه؟ الدربي وينه؟ الدربي من هنا. طيب في طريق هنا. لا ظلام. رحلة البحث عن الكاميرا 20 ميجا بكسل. هلا ايش السالفة؟ عيال عيال اي بلا 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 خرشات بلا خرشات. ايش السالفة؟ ما اشوف شيء. ها من هنا طاحت الكاميرا. وين الكام؟ هذا هو. اخيرا يا عمي اخيرا شغال. اوكي يا الله يا الله يا ساتر كلهم وراي. لا بسرعه 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 بسرعه. سكر الباب سكر الباب سكر الباب سكر الباب سكر الباب. حط رجلك سكر الباب سكر سكر الباب عليهم. يخرب بيته. بسرعه 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 بسرعه. اركض 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 اكمز. اشوى ها جاء الكلب. يخرب بيتك يا شيخ يا حيوان. ثلاثة سواطير. الله 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 ايش فيهم؟ هدوا هدوا يا شباب هدوا. ايش السالفة؟ ما شافوا خير؟ استغفر الله. اطلع اطلع. استغفر الله. مخ ما في. اشو الكام حي. اوه مكسورة الشاشة. ايوه يا سلام عليك ممتاز. اي هنا اطلع اطلع. ايش في ذا؟ اي ايوه ايش في ذا ما يطلع؟ يا ذا الاب مارتن. والله هاي بغيت اروح فيها. دقيقة هذا المكان اللي قبل شوي في بداية الحلقة. ارجع 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 يا ولد. عود ادراجك. ايش اسمه تكسر. هشو الحمد لله ما طحت. والله يا ساتر لو طحت تحت وفاة حتمية. لا 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 تطيح. ايش فيك؟ اتوقع كذا انزل تحت. اوه الله أليمة الطيحة صراحة. صديق ولا عدو؟ صديق ولا عدو؟ اخلص علينا. طيب اوكي قصد الظاهر من هنا. كيف تعلم انك لست مريض حيوان؟ انزل انزل يا حبيبي يا بابا. الحين قبل شوي ذا ايش سالفته؟ ليش يقول لي كذا؟ ليكون انا صرت زيه. شاف اصابعي مقطعه وحالتي حاله. شباب ما قرينا دقيقة.
ملاحظات ما قريناها اتوقع. اوه عنده ملاحظات، خلنا نقرا. دقيقة، الطبيب قد مات، المرضى يعلمون ان الدكتور فيرنيك قد مات. سألني احدهم اي نوع من التجارب يجريها طبيب على مرضى احياء. ما هو مشروع الوور رايدر ميت؟ دكتور ترايجر صديقنا حجر رقم خاص ترايجر الوقد اللعين قطع اصابعي عذب وشوه العديد من المرضى، شاهدته يقتل احدهم ولم اتمكن من فعل شيء حيال ذلك. يتحدث بتذمر وكانه احد كبار الشخصيات. على الارجح لديه مضارب جولف في سيارته الاودي. اخ اسمع سياره اودي بعد. وراهن ببقيه اصابعي. انت بقى عندك اصابع نتع قطع ابو اصابعك يا شيخ. وراهن ببقيه اصابعي انه من كبار مؤسسي شركه ماركوف. لكن ما حدث له داخل هذا المكان قد غيره بكل تأكيد. أريد الخروج من هذا المكان، أريد أن أستعيد أصابعي. خوينا للحين عنده أمل أن يستعيد أصابع. راحت أصابعي خلاص قطعها. أريد أن أرى ترايجر ميتا، أبشرك أنه مات. وأنتوا كلكم شفتوا شلون مات، موتة شنيعة باللفت. طيب ها والدوب يخرب بيته، سواها الكلب وجاهنا. أمه شافني. سكر الباب. اسبن. يا الله وينك يا ملزلز؟ وين بتروح مني؟ لازم ألقاك. تعال يا حلو، أبي أقول لك قصة. ما نبي قصص حبيبي شاطر. اطلع. جاد. يخرب بيته هو يا بطنة. أشم ريحتك حبيبي يا ملزلز. يخرب بيته الله. لا ما يبي يطلع، يقول أنا متأكد إني هنا. اخلص يخرب بيته. بعدين مع ذو شر شرير طينين. يا الله والله حشرنا الدب. الله جاء يخرب بيتك يا شيخ. انقلع كسر الباب. تعال يا ملزلز، تعال عند حبيبك الدو. وين اخلص هذاك دورني. ايوه انحش ملزلز. ها ملزلز تعال يا ملزلز. سكر الباب. الحمد لله يا رب. من هنا يا سلام يجي. خلي يجي حياه الله. يجي ما راح يلقاني. تعال يا ملزلز. والله هلا بيكسر الباب ذا. اكسر حيلك في البيبان حيوان. اسحب عليه. الله اسدود الطريق. في طريق من هنا. هيكون يوديني للدب الطريق هذا. الله يستر الله يستر. ملف نقرأ. حديث آخر مثير للاهتمام مع بيلي هذا الصباح. يقول أنه كان يتحدث مع الدكتور وورنيك مجددا بخصوص معالجته النفسية في القصر الأبيض. أنا مذعور من حقيقة أن أوهامه فقط زادت خطورة مع أدويته، وهي ليست في الورقة الطبية البنزوديزامينين. في أي حال صديقه والدكتور الميت
يملأ رأسه بالمزيد من القصص الشعبية الألمانية. لما يبدو الشيء الوحيد الذي يقتل الوول رايدر هي الفراشات مصاصة الدماء التي تم تقنيتها من قبل وحش شيطاني. يا ساتر يا ساتر، اطلع من هذا المكان الكئيب. أريد أدري أدري. تصدقون الدب هنا؟ بس وينه؟ خليه يولي. الله مكسر البيبان كله. برطم. هلا. شو السالفة؟ زين في بطارية. والله غير بطارية خذها. سكر. ها نفس المكان. روح من الباب هذا. اوكي. شو يقول؟ يقول المفتاح موجود عند المسرح. افتح الباب. ايش في ذا سحب علي؟ يقول المفتاح عند المسرح. وين المسرح؟ سكر ليه؟ ها؟ جاري الحفظ. لا يا عمي مو كذا. يا ساتر المكان هذا يخوف. ما أذكر إني جيت هنا. امشي كذا. اوكي عشان الباب مسكر اجي من فوق. حركات. تسمعون المعزوفة؟ الله يا ساتر يخرب بيتكم يا شيخ. مو كذا. استغفر الله. هذا هو المسرح اللي قال فيه المفتاح. طيب من اللي شغل الفيلم؟ من الحيوان اللي شغل الفيلم؟ بس بتفاهم معه، باخذ واعطي معه، هناخذ ونعطي بشكل ودي. الله
في احد هنا. تعبان ذا. لم الورق لم الورق. اغسل تلك الايادي بانتظام في سبتمبر 19/2013 صباحا جرانت كتب التهاب اللفافة الناخر. حقا انا انسحب. الموضوع اعادة ارسال بكتيريا اكلة اللحم. الله مسكر. اجل مالنا الا فوق. باب بعد مسكر. لاحظت ان اللعبة كلها دم في دم. يخرب بيتك يا حيوان. اوف. من وين طلع ذا؟ يا كلب. المفتاح هنا. مريض هذا. غير بطاريتك. غير الحيوان قبل شوي مجرم. هلو هذا هو الكلب. فتح الباب اللي كان مسكر. ها منين جا ذا؟ الله طحت. لازم ارجع. منين جا؟ شلون وصل للمكان؟ يا ليل ام التسحيب. شلون؟ مش على الحافة الكلب. يخرب بيتك. شو حبيتك. المفتاح بالغرفة اللي هناك كان فيها. حلو وصلنا خير وصلنا خير. الامور كويسة يا شباب. كل شيء ماشي على ما يرام. اوكي اتوقع اجلس. ايوه هنا المفتاح. ها ما كان مسكر الباب هذا؟ شلون؟ من يفتح الباب؟ كان مسكر. حاولت فيه. شيء غريب صراحه. لا اطلع شو بديك هنا؟ انزل انت. ايوه اختصار اجي من هنا. اختصار انزل. ايوه الله. ها شو صار ذا؟ ولد يا ولد. الله الدب. لا المفاصيخ. يا الله تعال يا ملزلز. تبي كبدك وخوي بعضي هاللسان. ما شبعنا منك. تعال. يخرب بيته مع ساطور. وين اخوك؟ دور لك ملابس. اسحب انا مخه. شافني خسي. سكر الباب. اوه هو كسر الباب الكلب. سكر الباب ذا عشان ثاني مره يا حيوان ما تجيني. سكر الباب عشان اضمن انه ما يقدر يرجع لي. واحد تفكير. الله يا ساتر. اخوه. تعال يا ملزلز. فلت من اخوي بس ما راح تفلت مني. تعال كذا. تعال يا ملزلز. يا ويلك يا ساتر. ايوه افتح الباب يا سلام. سكر. اي اسحب عليه.
الجيري الحيف هو. اوكي شباب، هنا نوصل الى نهاية الحلقة السابعة من تختيم هارت لاست. لا تنسون هذا الفيديو لكليكوه وفثرتوه واكتبوا تعليقكم بالاسفل. كان وياكم عبدالله جيمر من قناة وش عليك، نلقاكم على خير.